هنا للضحك ما للبكاء من وجع، والنظرات تحكي قصة أجساد أكلها المرض وانتظار ما قد لا يجيء الشفاء، لكن أنى له وأسبابه معدومة. مستشفى الطفل للأمراض السرطانية في البصرة يعاني مثل كل مستشفيات المحافظة من الإهمال والتقتير في توفير الأدوية. نداء إلى السيد رئيس الوزراء والأمال العام لمجلس الوزراء بتحمل مسؤولياتهم اتجاه قرار مجلس الوزراء بتخصيص 500 مليون دينار عراقي إلى مستشفى الأورام السرطانية ومركز الإشعاع للأمراض السرطانية ومستشفى الطفل للأمراض السرطانية في محافظة البصرة. وعلى الرغم من صدور القرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أنه وزارة المالية لم تلتزم ولم تطبق هذا القرار. مئات الحالات المرضية يستقبلها المستشفى يوميا من محافظات البصرة وميسان وذي قار التي تشهد تزايدا كبيرا في أعراض الإصابة بالسرطان، لكن التقشف المالي في البصرة يقف حائلا دون تأمين العلاجات السرطانية، وإن وجدت فبأسعار باهظة لا يقدر عليها المواطن. ماكو علاج نهائي، يعني علاج قليل، وأكثر العلاجات اللي جاي نحصلها بالمستشفى من الناس الخيرة التجار القليل ذولا، والباقي الناس محل، لا أعضاء مجلس محافظة مروا ولا المحافظ ولا النواب، يعني الحكومة ملتهية بس بالحرمني صراحة. البصرة الغنية بمواردها وثرواتها الهائلة لا يعرف أهلها من هذا الثراء غير نتائجه الأكثر مأساوية ودمارا. الدراسات التي تعزو تفشي الأمراض السرطانية لمخلفات الحروب في العقود الماضية تؤكد أيضا أن مخلفات المصانع الكبيرة والشعلات النفطية المحترقة التي تبعث الغازات السامة سبب أكيد في تفشي السرطان وذبول هذه الأجساد الصغيرة.